شباب، بنات، إخواني، أخواتي، آبائي، أمهاتي، حطوا هذا الكلام في بالكم. لابد أن تعلم مهما بلغت، أعيدها، مهما بلغت، مهما بلغت من القرب، مهما بلغت من المقام، لا تقول لي أنا أصلي صلاة الليل، لا تقول لي أقرأ قرآن، لا تقول لي صلي 40 سنة أروح الحج، لا تقول لي عندي أعمال، لا، لابد أن ترى أنك مهما بلغت من المقام والقرب والعبادة والاستزادة فإنك غارق من غير الحسين عليه السلام. أعيدها، مهما ترى في نفسك من المقام، لو شنو كانت عبادتك، من غير حسين أنت غارق. ليش؟ لأنه على العرش مكتوب حسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. إلا ما يركب السفينة في البحر شي يصير فيه، يغرق لو ما يغرق. وليش هذه مكتوبة عن يمين العرش في الروايات؟ عن يمين العرش مكتوبة سفينة النجاة، يعني شنو؟ يعني هذا مفتاح الوصول إلى عرش الله هو الحسين. كل عبادة تراها ما لم تكن بحب الحسين هي عبادة ناقصة، قابلة للغرق، قابلة للغرق. فإذا أنا غارق ونجاتي في الحسين. ثانيا، أنا غارق ونجاتي هو الحسين. 3 مرات، أنا غارق